بسم الله الرحمن الرحيم. دكاترتنا الجامدين، اتمنى تكونوا كويسين. الحصه اللي فاتت اتكلمنا عن النفرون وعرفنا ان الوحده البنائيه والوظيفيه للكدني. اتكلمنا عن تركيب النفرون بالتفصيل وقلنا ان النفرون بتاعي يتكون من 4 اجزاء بالشكل ده. الجزء الاول كان جسم كبير، ده اكبر جسم موجود في النفرون، سميته كورباسل لانه كان شبه البصل. خارج من الكرباس الانابيب متعرجه تعرجات كتير جدا، وعشان هي قريبه من الرينال كورباسل سميتها البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول بتنتهي لتسليم انبوبه بحرف اليو. الانبوبه دي سميتها لوب اوف هينل. الراجل اللي اكتشفها كان اسمه هينل. بعد كده اللوب اوف هينل بتنتهي لتسليم انابيب متعرجه برضو بس اقل تعريجا من البروكسيمال، فسميتها الديستال كونفوليوتد تيوبيول لانها بعيده عن الرينال كورباسل. والديستال كونفوليوتد تيوبيول في النهايه بتسلم انابيب كبيره، انابيب تخينه للتجميع، بسميها كولكتنج تيوبيولز او كولكتنج دكتس. اتكلمنا عن الرينال كورباسل بالتفصيل، ما تيجي ناخد فكره عن الانابيب الكتير اللي بيتكون منها النفرون دي. اول انبوبه عندي هي البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، ومن الرسمه كده اقدر استشف عنها حاجات كتير جدا. انا عايزك تبص للرسمه وتبدا تكلمني عن البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول وكانك دكتور صابر. اول معلومه ممكن تقولها لي عن البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، والله يا دكتور من اسمها دي اسمها بروكسيمال، يعني هي قريبه من الرينال كورباسل، يبقى هي بتبدا من الرينال كورباسل، تحديدا تبدا من عند نهايه الرينال كورباسل. زي ما احنا عارفين الرينال كورباسل كانت بتتقسم لجزئين، الجزء اللي فوق ده كان بتاع الاوعيه الدمويه فسميته فاسكولار بول، والجزء اللي تحت كان بيتم فيه الفانكشن بتاعه النفرون فسميته يورينري بول. يبقى اذا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول تبدا من عند اليورينري بول وتنتهي عند اللوب اوف هينل. الكلام ده كله من الرسم. ملاحظ ايه تاني من الرسمه يا عزيزي؟ انا ملاحظ والله يا دكتور صابر ان البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول طويله جدا، ده اطول انابيب موجوده في النفرون، على عكس الديستال مثلا قصيره جدا. كذلك البروكسيمال متعرجه تعرجات كتير، هي مور كونفوليوتد على عكس الديستال مثلا متعرجه تعريج واحد ولا اتنين، تعريجات قليله ليس كونفوليوتد. كل الكلام ده انا طلعته من الرسمه بس، امال بقيه الكلام هيبقى عباره عن ايه؟ لما اجي اتكلم عن البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول لازم في البدايه اعرفها. هقول له والله ده دي عباره عن انابيب تمتد من اليورينري بول بتاع الرينال كورباسل لحد بداية اللوب اوف هينل، لحد الديسندنج لوب اوف هينل. ديسندنج يعني نازل تحت، ما لو تلاحظ في الرسمة الجزء ده من اللوب اوف هينل نازل لتحت اهو، جاي من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول ونازل لتحت، اما الجزء ده طالع لفوق الدراع الثاني من حرف اليو. يبقى انا عرفت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. ممكن اقول له تاني انها طويله جدا، ده طولها يتراوح في رينج 15 ملم، اطول جزء في اجزاء النفرون كلها 15 ملي، ده طول كبير جدا، انت بتتكلم في حاجات بالمايكرو جوه. فلما اقول لك ان البروكسيمال 15 ملي يبقى اذا هي اللونجست بارت، اطول جزء في اجزاء النفرون كله. يبقى لما اجي اتكلم عن البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول لازم اقول له الاول طولها كام، ده هي اطول جزء يبقى لازم احترم النقطه دي. هقول له ده طولها 15 ملم وهي اطول جزء في اجزاء النفرون. تاني معلومه ان الدايمتر بتاعها كبير جدا، كونها طويله خلى الدايمتر بتاعها كبير، يبقى اذا هي الاطول والاعرض، الدايمتر بتاعها 60 مايكرو. بس انا ملاحظ في الرسمه يا دكتور ان حضرتك راسمها لي ضيقه جدا، منين بتقول ان الدايمتر بتاعها كبير ومنين راسم لي اليومن بتاعها ضيق؟ عزيزي
هي صحيح الديامتر بتاعها كبير، لكن الوول بتاعها، الحيطة بتاعتها very very thick، تخينة جدا جدا. فالثيكنس بتاع الوول بتاعها ده بدأ ياخد من الديامتر، بدأ ياخد من اليومن، فخلى الديامتر كبير 60 مايكرو، لكن اليومن بتاعها صغير جدا، هي نارو اليومن. خد بالك، ركز قوي في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. لو فهمت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول الحصه كلها خلصت. اول حاجه عن البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، قلنا ان طولها 15 ملي، ده هي اللونجست بارت، والديامتر بتاعها 60 مايكرو، وعلى الرغم من ذلك هي اليومن بتاعها نارو، اليومن ضيق لان الوول ثيك، الوول بتاعها تخين. يبقى اذا اول معلومه اقدر اتكلم فيها في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول هي الطول والعرض، 15 في 60، 15 على مستوى اللينس 15 ملي، 60 على مستوى الديامتر 60 مايكرو، وما انساش اقول له اليومن بتاعها نارو، يبقى 15 في 60. بسم الله الرحمن الرحيم. المعلومة التانية، ما تقول لي مكانها فين، ما تقول لي بتبدأ فين وبتنتهي فين. والله دي بتبدأ من عند اليورينري بول بتاع الرينال كورباسل، بتفضل نازلة كونفوليوتد متعرجة تعرجات كتير لحد الديسندنج لوب اوف لوب اوف هينل. ماشي، شكل الخلايا بتاعت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول بيبقى عامل ازاي؟ والله هي خلايا هرمية الشكل، شكلها بيبقى بيراميدال، هرم بالشكل ده، واحنا عارفين ان اي خليه في الدنيا بتبقى مريحه على بيزمنت ميمبرين، يبقى بيراميدال ريستو اون بيزمنت ميمبرين. لما نيجي نتكلم عن النيوكلياس بتاعتها اي كلام، راوندد، بس اهم كلمه تقول لي بيزل نيوكلياس. النواه بتاعه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول موجوده على البيز، موجوده في البيزال بارت. لما اجي ابص على الخليه البيراميدال اللي عندي دي، هلاقي طالع منها شوية شعر كده، شوية أنابيب من فوق، بسميها إبيكال مايكروفيلاي. وعارفين من سنة أولى ابتدائي إن المايكروفيلاي لونها أحمر أسيدوفيليك. إذا لما أجي أتكلم عن السيتوبلازم بتاع خلايا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول لازم اقول له انها اسيدوفيليك. ليه اسيدوفيليك؟ لانها تحتوي على ابيكال مايكروفيلاي، انابيب صغيره جدا شبه الشعر، موجوده على راس الخليه، موجوده على الايبكس، بتساعد في عمليات الامتصاص، يعني بتساعد في الابزوربشن. ولذلك بلاقي البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول تحتوي على قنوات كتير، تحتوي على بينوسيتيك فيسيكلز، حويصلات كتير من اجل اتمام عمليات الابزوربشن. يبقى اذا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول لكونها اطول جزء، فده اكتر جزء بيحصل فيه ابزوربشن في النفرون كله، اكتر جزء بيتم فيه امتصاص. ليه بيتم الامتصاص؟ بسبب حاجتين، رقم واحد تحتوي على ابيكال مايكروفيلاي لونها احمر، رقم اتنين تحتوي على قنوات كاناليكيولاي وبينوسيتيك فيسيكلز بتساعد في عملية الابزوربشن. وهلاقي من جوه الخلية نفسها موجود شوية حاجات على البيز اسمها بيزل انفولدنجز، كلمة انفولدنجز يعني تعاريج بالشكل ده. البيزل انفولدنجز دي هي كمان بيبقى لونها احمر، فبقول له ان دي اسمها اسيدوفيليك بيزل انفولدنج. وتفتكر البيزل انفولدنجز التعرجات اللي موجوده على البيز دي وظيفتها ايه؟ والله التعرجات دي بتساعد في الترانسبورت، لو عايز انقل اي ايونات لداخل او لخارج البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. لحد دلوقتي كل اللي اتكلمنا فيه ان البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول 15 في 60، طولها 15 ملي، ده هي اطول جزء في النفرون، الديامتر 60 مايكرو، وعلى الرغم من ذلك الا ان اليومن بتاعها نارو. ليه؟ لان الولد خين. رقم اتنين، قلت لسيادتك تبدا فين وتنتهي فين، عرفني بنفسك. هبدا عند الرينال، هبدا عند اليورينري بول اوف رينال كورباسل، وهنتهي عند الديسندنج لوب اوف لوب اوف هينل. شكل الخلايا بتاعي بيراميدال،
النيوكليوس راوندد بيزل اهم كلمه. هلاقي على الخليه من فوق حاجه وهلاقي على الخليه من تحت حاجه. من فوق ايبكس يبقى ايبيكال مايكروفيلاي مهمه للابزوربشن. هلاقي من تحت بيز يبقى بيزال انفولدنج وميتوكوندريا بتساعد في تكوين الاسيدوفيليا بتاعه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، ووظيفتها الاساسيه ترانسبورت، تعمل نقل للمولكيولز بداخل وخارج البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. الخليه دي هرم، جنبها خليه ثانيه هرم، ماسكين في بعض بصوابع بالشكل ده. ادي خليه هرميه جنبها خليه ثانيه هرميه الشكل اهو، ماسكين في بعض بصوابع. الصوابع دي بسميها انتر ديجيتيشنز. كلمه ديجيت يعني صابع، انتر ديجيتيشنز يعني صوابع بينيه، صوابع بين الخلايا. الصوابع دي وظيفتها انها تمسك الخلايا في بعضها من الجنب ده والجنب ده. بسمي الصوابع او اللاترال ديجيتيشنز دي بسميها لاترال سيرفيس. لاترال سيرفيس انتر ديجيتيشنز دي عباره عن صوابع خارجه من اللاترال سيرفيس بتاع الخليه دي واللاترال سيرفيس بتاع الخليه دي عشان تمسك الخلايا في بعضها. والانتر ديجيتيشنز بتاعه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول دي كتيره جدا جدا يا راجل. ده انا بقول لك انها اطول جزء وبقول لك انها اعرض جزء. عايز يكون عندها عدد صغير من الصوابع؟ ايعقل هذا الكلام؟ فلكونها الاطول ولكونها الاعرض فالصوابع بتاعتها ميني انتر ديجيتيشنز، صوابع كتير جدا 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 عشان تاخد الطول كله بتاع البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. عرفتني بنفسك، كلمتني عن ال ام بتاعك شيب نيوكليوس سيتوبلازم، طب ما تكلمني عن الاي ام. الاي ام ما هو الا انعكاس لصوره ال ام. كل الكلام اللي قلته في ال ام هتاخده كوبي بيست في الاي ام. فانت قلت لي في ال ام ان في ايبيكال مايكروفيلاي، هتقول لي في الاي ام في ايبيكال مايكروفيلاي فور ابزوربشن. قلت لي في ال ام ان في بيزال انفولدنج، هتقول لي في الاي ام ان في بيزال انفولدنج فور ترانسبورت. قلت لي في ال ام ان في لاترال سيرفيس، هتقول لي في الاي ام ان في انتر ديجيتيشنز، ميني انتر ديجيتيشنز بين الخلايا عشان تمسكهم في بعض فور اتاتشمنت. ما هي وظيفه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول؟ البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول لكونها اطول جزء في النفرون فهي تشكل اهم وظيفه في النفرون، بتمتص الحاجات اللي بقيه اجزاء النفرون ما بتقدرش عليها. زي ايه؟ والله زي السكر، جلوكوز، زي الامينو اسيدز والبروتين والكالسيوم. الكالسيوم مثلا ما يحصلوش ري ابزوربشن غير في البروكسيمال، ما يقدرش الديستال يعمل له ري ابزوربشن، ما يقدرش عليه. كذلك البروتين كبير ما يقدرش عليه الديستال، لازم اجيب جزء طويل وقوي عشان يقدر يمتص البروتين اللي عندي. تقدر تعمل ري ابزوربشن كمان للاملاح زي الصوديوم والكلور والبوتاسيوم. اكتر جزء في النفرون بيعمل ري ابزوربشن للميه، 63% من الميه اللي في جسمك بيتم اعاده امتصاصها بداخل البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. وبتعمل سكريشن لبعض الاملاح زي اليود مثلا، ايودين، وبعض البروتينات اللي زي الكرياتينين. ايه الفرق بين الري ابزوربشن والسكريشن؟ كلمة ري ابزوربشن يعني إعادة امتصاص، يعني الحاجة بعد ما وصلت للكدني، بعد ما وصلت للنفرون، النفرون بيروح يسأل الجسم إيه يا أبو الأجسام؟ أنت محتاج الحاجة دي ولا لأ؟ فالجسم يقول له آه محتاجها، يقوم جاي مرجعها له تاني. هي دي اللي اسمها ري ابزوربشن. كلمة ري ابزوربشن يعني إعادة امتصاص، وكلمة إعادة امتصاص يعني إعادة المولكيولز مرة أخرى للدم. أما كلمة سكريشن ده البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول بتطلع الحاجات دي متخزنه جواها، شويه يود وشويه كرياتينين. اي ابو الاجسام انت محتاج يود؟ اه، تعمل له سكريشن، خد. مش شرط يكون اليود جالي وانا رجعته، اول ما يجي لي وارجعه يبقى اسمي ري ابزوربشن. لكن ما جاليش، هو كان عندي موجود وانا طلعته، انا بفرز، انا اسمي سكريشن. يبقى اذا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول تعمل ري ابزوربشن لثلاث مناطق: الملح، الصوديوم والكلور والبوتاسيوم، السكر، الجلوكوز مع الامينو اسيد والبروتين والكالسيوم، والميه 63% من الميه اللي في جسمي يتم اعاده امتصاصها في البروكسيمال.
ده غير إعادة الامتصاص، هي كمان بتنزه على حالها وتفرز بعض المواد زي الأيودين والكرياتينين. يا دكتور صابر أنت كلت دماغي. أنا عارف يا حبيبي. طب ما تيجي نلم الكلام اللي احنا قلناه ده كله. البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول أنا هقولك إنها 15 في 60، تبدأ فين وتنتهي فين؟ أهرامات مش واضحين، من فوق من تحت وعلى الجنبين، تعيد امتصاص السكر والملح والمية والأيودين. شكرا شكرا. يعني ايه الكلام ده؟ انا قلت لحضرتك ان البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول 15 في 60، اذا هي 15 على مستوى اللينف، 60 على مستوى الديامتر. ما انساش اقول له ان اليومن بتاعها نارو. تبدا فين وتنتهي فين؟ ده بتبدا عند اليورينري بول اوف رينال كورباسل وتنتهي عند الديسندنج لوب اوف لوبوف هينل. 15 في 60 تبدا فين وتنتهي فين؟ اهرامات مش واضحين. يعني ايه الكلام ده؟ اهرامات يعني الخليه بتاعتي شبه بيراميدال، شكلها بيراميدال ان شيب. امال كلمه مش واضحين دي يعني ايه؟ كلمه مش واضحين يعني انا بقول لك ان اللاترال سيرفيس بتاعها الانتر ديجيتيشنز بتاعتها اندستنكت. كلمه اندستنكت يعني غير واضحه. يا راجل ده انا بقول لك ميني انتر ديجيتيشنز، صوابع كتير جدا وداخله في بعض، لو بصيت عليها هتقدر تميز دي رايحه فين وجايه منين؟ اكيد لا. ده صوابع كتير متشابكه، فلما ابص عليها هلاقيها مش واضحه. كلمه مش واضحه يعني ان ديستينكت. خمستاشر في ستين تبدأ فين وتنتهي فين؟ أهرامات مش واضحين، من فوق ابيكال مايكروفيلاي فور ابزوربشن، من تحت بيزال انفولدنج فور ترانسبورت، وعلى الجنبين يعني لاترال سيرفيس ميني انتر ديجيتيشنز، تعيد امتصاص السكر، يبقى الفانكشن بتاعها انها بتعمل ري ابزوربشن للجلوكوز، والملح يبقى ري ابزوربشن للصوديوم والبوتاسيوم والكلور، والميه ري ابزوربشن للووتر 63%، والايودين يعني بتعمل سكريشن للايودين والكرياتينين. 15 في 60 تبدا فين وتنتهي فين؟ اهرامات مش واضحين، من فوق من تحت وعلى الجنبين، تعيد امتصاص السكر والملح والميه والايودين. خلصت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول وخلصت كمان الديستال كونفوليوتد تيوبيول. ايه يا دكتور حضرتك ما شرحتهاش؟ شرحتها يا حبيبي. كل الكلام اللي قلته في البروكسيمال ده روح اكسهولي في الديستال وخلصت الديستال. الذكي يذاكر البروكسيمال بس ويجيب الديستال منها مقارنه. فلو قلنا ان دي 15 ملي على مستوى اللينف، طولها 15 ملي، هي اطول اجزاء النفرون، فالديستال كونفوليوتد تيوبيول 5 ملي فقط، قصيره اقصر من البروكسيمال. لو البروكسيمال كانت 60 مايكرو على مستوى الديامتر، فالديستال 20 فقط، 20 مايكرومتر على مستوى الديامتر. كنا بنقول في البروكسيمال ان الدايمتر بتاعها 60 صحيح تخينه، لكن اليومن بتاعها نارو لان الول بتاعها تخين، لكن دي 20 ومحتفظه بالول الرفيع بتاعها، فاليومن بتاعها بان ان هو وايد عريض. ما انساش اقول له الكلمه دي، وايد اليومن. هنا كانت نارو اليومن. تبدا فين وتنتهي فين؟ الديستال كونفوليوتد تيوبيول انا ملاحظ انها بتبدا من عند الاسندنج لوب اوف لوب اوف هينل، تبدا من عند الجزء اللي طالع لفوق اسندنج لوب، وبتسلم الكوليكتنج تيوبيولز اللي موجوده في الكورتكس. خمستاشر في ستين تبدا فين وتنتهي فين؟ اهرامات مش واضحين، ده البروكسيمال. اما الديستال
فشكل الخلايا بتاعته كيوبويدال، مكعبة الشكل. النيوكليوس بتاعه البروكسيمال كانت بيزل راوندد، هنا النيوكليوس هتكون سنترال راوندد وليس بيزل. هناك السيتوبلازم كان اسيدوفيليك، هنا السيتوبلازم اسيدوفيليك. بس خد بالك هناك في البروكسيمال كان اسيدوفيليك ليه؟ عشان حاجتين، كان اسيدوفيليك لانها تحتوي على ابيكال مايكروفيلاي، اما الديستال كونفوليوتد تيوبيول لا تحتوي على ابيكال مايكروفيلاي. والابيكال مايكروفيلاي كانت جواها كانالكيولاي وبينوسيتيك فيسيكلز، فمعنى ان الديستال لا تحتوي على مايكروفيلاي، فبالتالي الديستال لا تحتوي على كانالكيولاي وبينوسيتيك فيسيكلز، عدد صغير جدا تكفي عمليه الابزوربشن الضعيفه اللي هي بتعملها. من فوق مفيش ابيكال مايكروفيلاي، من تحت بيزل انفولدنج، ومن تحت برضو بيزل انفولدنج. ده دي الحاجه الوحيده اللي بيتفق فيها البروكسيمال والديستال كونفوليوتد تيوبيول مع بعض، هي البيزل انفولدنج، واللي بتخلي السيتوبلازم بتاعك اسيدوفيليك. تاني الجزئيه دي، بنتكلم دلوقتي عن الديستال كونفوليوتد تيوبيول، والانسان الذكي مش هيروح يذاكرها، الانسان الذكي بيذاكر البروكسيمال ويعكس في الديستال. قلنا الديستال كونفوليوتد تيوبيول طولها 5، ده شورتر، الدايمتر بتاعها 20 مايكرو فقط، ومع ذلك اليومن بتاعها وايد عريض. تبدا فين وتنتهي فين؟ بتبدا من عند الاسندنج لوب وتنتهي في الكولكتنج تيوبيول اللي موجوده في الكورتكس. المنطقه دي الخارجيه من النفرون اسمها القشره الخارجيه، اسمها كورتكس. المنطقة الداخلية اسمها ميدلا، الجزء اللي في النص ده كله اسمه كورتيكو ميدلاري جانكشن او كورتيكو ميدلاري بورشن. يبقى اذا الديستال كونفوليوتد تيوبيول تبدا من الاسندنج لوب اللي موجود في الكورتيكو ميدلاري جانكشن وتنتهي في الكولكتنج تيوبيول اللي موجودة في الكورتكس. اتكلمنا عن شكل الخلايا، قلنا ان الخلية بتاعتي مكعبة كيبويدال. النيوكلياس هتقول لي برضو كيبويدال، ريستون بيزمنت ممبرين زي اي خلية في الدنيا، بس ما انساش اقول له اللاترال جانكشن او اللاترال سيرفيس انتر ديجيتيشنز، وزي اي حاجة فهي فيو انتر ديجيتيشنز، يعني تحتوي على فيو ابيكال مايكروفيلاي، فيو بيزل انفولدنج، وفيو انتر ديجيتيشنز، وفيو كانالكيولاي وبينوسيت، كل حاجه فيها قليله. ده اذا كان طولها نفسه قليل، اذا كل حاجه فيها قليله. خلاص؟ والانتر ديجيتيشنز دي لكونها قليله، فانا لما باجي ابص عليها دي 1 2 3 4 واضحه. اذا الانتر ديجيتيشنز بتاعه الديستال كونفوليوتد تيوبيول ديستنكت. كلمة distinct يعني واضحة، على عكس بتاعة البروكسيمال كانت indistinct غير واضحة. بنتكلم في الـ LM عن الشيب نيوكليوس سيتوبلازم. الشيب شكل الخلية كيبويدال ريستون بيزمنت ممبرين، طالع منها انتر ديجيتيشن او لاترال سيرفيس، بتبقى distinct واضحة. النيوكليوس بتاعتي سنترال راوندد، هناك كانت بيزل. السيتوبلازما اسيدوفيليك، بس ليه اسيدوفيليك رغم انها لا تحتوي على ابيكال مايكروفيلاي؟ لانها تحتوي على بيزل انفولدنج وميتوكوندريا، مخليها السيتوبلازما اسيدوفيليك. اه صحيح لس اسيدوفيليك زان البروكسيمال، بس ستيل اسيدوفيليك برضه. بنتكلم في الاي ام، وقلنا ما هو الا انعكاس لل ال ام، من فوق من تحت وعلى الجنبين. هتقول لي من فوق مفيش ابيكال مايكروفيلاي، من تحت في فيو بيزل انفولدنج، على الجنبين فيو لاترال سيرفيس انتر ديجيتيشنز، وعشان هي فيو فهي ديستينكت واضح. نفس الكلام اللي قلته في ال ام هترصه تاني في الاي ام عادي. اما عن الفانكشنز بتاعه الديستال كونفوليوتد تيوبيول، فهي بتعمل ري ابزوربشن لبعض الميه. لو تفتكر اكبر جزء من الميه، عشان ده سؤال مهم جدا في الام سي كيو، اكبر جزء في من الميه بيتم اعاده امتصاصه في البروكسيمال، اما الديستال بتمتص ميه برضه بس بجزء صغير جدا، ووتر وشويه صوديوم كده عشان تسند بس مع البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، وبتعمل سكريشن
للبوتاسيوم والهيدروجين ايونز والامونيا NH4. وعرفنا ايه الفرق بين الري ابزوربشن والسكريشن. ري ابزوربشن يعني جات لي حاجه من الدم وانا برجعها له تاني، اما السكريشن انا كانت عندي الحاجه دي موجوده وبطلعها وقت الحاجه. فالديستال كونفوليوتد تيوبيول تعمل سكريشن للبوتاسيوم ايونز. الجسم داخل في حالات لخبطه اسيدوزس الكالوزس، فانا بطلع بوتاسيوم عشان اظبطه. بتعمل سكريشن للهيدروجين ايونز، نفس الفكره، الجسم دخل في الكالوزس ببدا اطلع هيدروجين عشان اظبطها. بتعمل سكريشن للان اتش 4، نفس الفكره، الجسم دخل في اسيدوزس بطلع ان اتش 4 عشان اظبطه. يبقى هي بتعمل سكريشن للبوتاسيوم للاتش الهيدروجين ايونز وللامونيا. ويوجد في الديستال كونفوليوتد تيوبيول خلايا تسمى ماكولا دنسا، زيها بحرف الدي، اجسام غامقه كده اسمها الماكولا دنسا. الماكولا دنسا دي بتكنترول، تتحكم في مستويات الصوديوم اللي موجوده في جسمي، كنترول صوديوم ايون ليفلز. اتكلمنا عن البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول واتكلمنا عن الديستال، وفي جمله واحده خلصنا البروكسيمال والديستال. ما هي هذه الجمله؟ قلنا ان البروكسيمال 15 في 60 تبدا فين وتنتهي فين؟ اهرامات مش واضحين، من فوق من تحت وعلى الجنبين، تعيد امتصاص السكر والملح والميه والايودين. رص البروكسيمال ومنها هات الديستال مقارنه، وده سؤال كومن جدا في الامتحانات. اتكلمنا عن الرينال كورباسل الحصه اللي فاتت، ولسه مخلصين حالا البروكسيمال والديستال كونفوليوتد تيوبيول. بقى لنا من اجزاء النفرون الجزء الصغير الوصله اللي اسمها لوب اوف هينل. ماذا تعرف عن اللوب اوف هينل؟ زي ما حضرتك عودتني يا دكتور، انا هبص على الرسمه الاول بعد كده اتكلم. فلما ابص على رسمه اللوب اوف هينل اقدر اقول انها انبوبه شبه حرف اليو، يو شيبد تيوبيول، بتبدا من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول وتنتهي عند الديستال كونفوليوتد تيوبيول. انا ملاحظ ان الانبوبه دي عباره عن دراع نازل ودراع طالع، ديسندنج واسندنج، ولكن الدراعين متوازيين. ملاحظ كمان ان واحد رفيع زي البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول وواحد تخين زي الديستال كونفوليوتد تيوبيول. اللي ناحيه البروكسيمال رفيع زي البروكسيمال، واللي ناحيه الديستال تخين زي الديستال. ده انا قايل لك يا راجل ان البروكسيمال نارو ليومن اما الديستال وايد ليومن. هتكلم ازاي في اللوب اوف هينل؟ الكلام اللي انا شفته على الرسمه هروح اطبعه في الورقه قدامي، مفيش اي حاجه جديده. هقول لك ان اللوب اوف هينل عباره عن دراعين متوازيين، واحد رفيع والتاني تخين. يعني ايه الكلام ده؟ هي عباره عن دراعين متوازيين. يعني ايه كلمه دراعين متوازيين؟ يعني تو بارلل ارمز او تو بارلل لمبس، ذراعان متوازيان، تو بارلل لمبس، واحد رفيع والتاني تخين. الرفيع يبقى انا عندي ثن لمب مبطن بخلايا سكويمس سيلز، اما التخين هيبقى اسمه ثيك لمب مبطن بخلايا بتبقى كولمنر او كيبويد. دراعين متوازيين، واحد رفيع والتاني تخين. الرفيع ده قد ايه مثلا؟ الله، الرفيع ده الدايمتر بتاعه 15 مايكرو، اما التخين الدايمتر بتاعه 60 مايكرو. وعن وظيفة اللوب اوف هينل، فهي مسؤولة عن ميكانيزم اسمه كارنت ميكانيزم، وهنا سأسكت قليلا.
يعني ايه كاونتر كارنت ميكانيزم؟ كلمه كاونتر يعني معاكس، كارنت يعني تيار، فده ميكانيزم التيارات المتعاكسه. بمعنى ايه؟ عندي اللوب اوف هينل الديسندنج لوب بتاعها بيقول لك ان هو ام، بيقول لك ان هو ايه، لا بيرميابل، بيرميابل سو فيري بيرميابل تو ووتر اند صوديوم. بيرميابل يعني بينفذ، بيطلع، قابل للنفاذ، خلاص. فالديسندنج لوب بتاع اللوب اوف هينل بيرميابل تو ووتر يعني بينفذ الميه، طول ما الميه ماشيه فيه كده الميه عماله تطلع على الانترستيشن H2O H2O H2O، ميه ميه عماله تهرب. بيرميابل تو ووتر يعني بينفذ الميه. الجزء اللي في النص ده اسمه انترستيشيوم، ماشي. الديسندنج لوب اللي نازل بيرميابل تو ووتر عمال يطلع ميه، يطرد ميه في الانترستيشن، والميه بتحب الصوديوم والصوديوم بيحب الميه، الميه موجوده بره في الانترستيشن خرجت تسحب وراها صوديوم على طول، وكذلك الصوديوم لما يخرج يسحب ورا ميه. يبقى ده الجزء الاول من التيار، ان الديسندنج لوب بيرميابل تو ووتر عمال ينفذ ميه وصوديوم طول ما هو ماشي في الانترستيشن. اما الاسندنج لوب فهو امبيرميابل تو ووتر، ما بيستقبلش ميه ولا بينفذ ميه، ما بيتعاملش مع الميه خالص. فالميه اللي خرجت في الانترستيشن دي اللي خرجت من الديسندنج لوب تروح تجري على الاسندنج لوب تقول له الحقني، الديسندنج اخوك طردني، انا قاعده في الشارع في الانترستيشن، ما تدخلني عندك، ضايفني، عيب. يقوم جاي الاسندنج لوب يبدا ياكت لايك الكينج محمد منير، حاطط ايده في جنبه بالشكل ده وباصص لها من فوق لتحت كده ويقول لها ما نرضاش. يقوم الاسندنج لوب ما يرضاش يدخل الميه دي تاني جواه، فتتحبس الميه والصوديوم في الانترستيشن، ده هيؤدي الى زياده الاوزموتيك بريشر بتاع الانترستيشن. هيزيد الاوزموتيك بريشر بتاع الانترستيشن، ده انت زودت الضغط بتاع الانترستيشن. هي دي النظريه اللي اسمها كاونتر كارنت ميكانيزم. يبقى اذا اللوب اوف هينل هو عباره عن درعين متوازيين، تو بارلل لمبس، واحد رفيع ثن 15 مايكرو، واحد تخين ثيك 60 مايكرو، مسؤوله عن ميكانيزم اسمه الكاونتر كارنت ميكانيزم. وده باختصار ان ديسندنج لوب اللي نازل بيرميابل تو ووتر، ايده فرطه عمال يطلع ميه وصوديوم في الانترستيشال تيشو، تجري الميه تتحامى او تجري عشان تدخل في الاسندنج لوب، الاسندنج لوب يقول لها ما نرضاش، يقول لها مش هتدخلي، فتفضل الميه والصوديوم في الانترستيشن، تؤدي الى زياده الانترستيشال اوزموتيك بريشر. هي دي النظريه اللي اسمها كاونتر كارنت ميكانيزم. اللوب اوف هينل بتاعتي ممكن تكون طويله في اجزاء معينه من الكليه زي الجاكستا ميدالري، هندرسها الحصه الجايه، ممكن تكون قصيره زي ما هي موجوده في الكورتكس قدامي دلوقتي كده. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن النفرون بالكامل، خدنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول وقلت لك انها 15 في 60، تبدا فين وتنتهي فين، اهرامات مش واضحين من فوق من تحت وعلى الجنبين، تعيد امتصاص السكر والملح والميه والايودين، ومن البروكسيمال هتعكس تطلع الديستال. اتكلمنا في اللوب اوف هينل وقلنا ذراعين متوازيين، واحد رفيع والتاني تخين، وشرحنا الكاونتر كارنت ميكانيزم. كده نبقى خلصنا النفرون بالكامل. اشوفكم على خير ان شاء الله في اجزاء قادمه من الرينال. تشاو.